يا ابراهيم يا ابراهيم بارك الله في الشيطان من حيطه. كان يسموني محمد علي كلاي لانه البطي كان كله عضلي وكان يعني كان كنت قوي مره اقوى واحد يمكن اقوى واحد في العالم بس تغير مع العمر مع يوم عرست يعني اقول بس اضعف وسوي رجيم ترى السنه الجايه ما ادش لا من هالباب ولا باب السكه فهمت ولا لا الحقيقه انا جمعتكم علياه علشان انت دارس اوضاع النادي نبا نحرك النادي والله صدقت 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 يا بطل النادي الان اصبح مثل البيت المهجور والله صدقت وانا اقول حول النادي المخيس هذا الى صارت افراح يدخل علينا الخير احسن من سكته والله صدقت نحطها صارت افراح والله ودك الرجال اللي ما عرف يهرج انه يسكت ما عاد باقي الا احط في النادي عندي هالشك مشك طيب انا عندي اقتراح والله إن كان مثل راي خويك هشك مشك لا والله ما نبغاه قال قصر افراح قال اسمع اقتراحي طيب طيب عطنا اقتراحك خلنا نشوف ورا بنسوي مهرجان سباق لأهل القرية يسلمك شمورك تمام خير طيب يبا يبا قاعد قاعد بك موضوع وش عندك اخلص ما نبقى قاعد اخلص سف اي شوف دعوة الاشتراك في مهرجان الكبير هذا ما عرفته مهرجان خشمشم السنوي الكبير اللي مثل مثلك كبير كبير واللي بيفوز فيه بيعطونا جمس عبارتين وحاشي و بنت خرفان اقول مش الدور مش الدور يلا 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 ادخل ادخل اصبر خلنا بالنظام بالنظام ولا شوف بالنظام بالنظام خل ما نعطيهم فتشة فتشة حلوة ها يعني نعطيهم مساحة لحظة اعلمكم تعرف ريال والله لو سمحت انت وياه ها المتقاعدين لهم الاولوية لا وش متقاعد رشيد هم منوير هالحين وش عندكم رجعون اصدقاء لا وش اصدقاء الله يطول عمرك ويسلمك لا عندهم حفل مهرجان ايش اسمه ماراثون اقول انت تدوب تدوب يا جعلك الدم اللي جبه وراك قرابي اقول وخر تبي ما تبي لي الخير ما تبي لي الدراهم اقول وخر خلني اشرب مشروبك حكم بلاوي مشرفه عوايد ما ادري ذي عبزاها حطاك كل ما تشوف يلا جاكس روح ما نبي داخل وهي فيه واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين جاتي جاتي جاتلك أقوى مدرب أقوى واحد في مرة مرة عضلاتك مرة عضلاتك قوي مرة قوي يعرف يسوي رياضة يعرف يلعب الكرة أحسن واحد يشوف طفل من البرازيل أحسن وما برازيل من ديرتنا أصلي ما هم تقليد وطني محلي وطني ما شاء الله أحسن من الصحراويات
الكبات اللي عندنا. ما شاء الله. أيها الكباتنة الرياضيون، يا من نلجأ لهم في الصعائب والشدائد، يا من نحاكيهم وقت المهام العاصية والمعتاصية، يا من يشد بهم العزام والحزام والقوة، ونشهدكم بأن تقفوا مع رجل قد لاح له المجد أفقا، إرشيد بن حوارش العبقراني. سوي كذا تمام، سوي ما نمسوي، يلا ارفع، يلا ما ارفع، يلا وين وش بس تسوي؟ ما تسمع الكلام ولا تفشل، لازم تتعب. انزل بدرب جدك، جدك راغبني، جدك معي ابوي. ما يا ابوي انزل جيت كذا، انزل سجل عندك عزوز ابو الكراعين. وش كراعينه ابو الكراعين؟ الكراعين شنو؟ كراعين يعني السيقان، سيقان الرجل كرعان. اي وسجل عندك السوسه. السوسه يا اخي والله دايم مشني، والله مو بشافع له عندي الا العود حقه. يا عمي نخلص منهم وخلاص، نتخلص نطلعهم برا اللعبه. هالمناسبه اي علشان السلام، اي الحينها الحين طير الحمام السلام. تعرف لازم شوية أعمق، بس كافي أعمق أعمق أعمق. ويلي إني أحفر في الأعماق. تعمرت رجلك رجلك. استعداد. اصبر اصبر اصبر. وينك فيه؟ في الحمام. يا هزار الله يهديك على وقت حمام. لا ادري وش جدتي تمشي بصلحها بصلحها مرقوق. يلا هذا الحين قاعد احمي. يو روحوا جدي روحوا. امشي. وين ابي اروح معاك؟ بند بند. وين؟ يا بند. يا كذا كذا على طول. وعلى طول احنا نشوف على طول. يا شيخ روح يا شيخ. الحين الحفرة صارت جاهزة. تأكدوا منها زين. وش لو نتأكد؟ جربوها يا ثيران. أنا ثور؟ خلاص جرب. نجرب. لا 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 عم رشيد قال جربوها. مسنة تضحك علي؟ أمشي يا مسنة. يا عمي نمشي سوا. انت وين رايح؟ انا خايف خايف اجربها. واحد اثنين ثلاثة. ضحكت عليك. قوم قوم كلها منك انت. قلت لنا نطوا. قلت لك انا نطوا بروحك. تخليتني انط معاك. حسبي الله عليك انت وابوك. لا تعذب على ابوك. حسبي الله لو بيدي خطيت الحفرة دي ودفنتكم فيها، عملت منكم مندي بيض ولا اقبل باقل من المندي. حسبي الله عليك يا عم رشيد. يبا حسبي الله عليك. شو صاير؟ شو اللي صاير؟ ابراهيم ولدي ولا وردي وردي غص البصل اللي يموت. راح ولدي راح. طب شو اقول لامه؟ والله انت اكلني اكل وانا حي. ولا وردي شلون افتح البوفيه وانا واحد صلع بيض وانا قاعد بدون بيضات؟ ولا بالله بالبلشه جماعته ذلل الافريقيين. والله والله ما عندهم شغل وشاغل ذا الحروب وفاضيين، يمكن يجون يحاربوني في الديرة. والله البلشة وردي ابراهيم. يفا ديك مطلعني. امرشاد امرشاد. حيين حيين ابو ابراهيم وردي. هاي موجودين.
أغسنا أغاسك الله. ولد إبراهيم حي بخير؟ أنا يبا ما نفتح يبا ما أطلع من الحفرة. طلعني كل من هذا أبرشد. خلصني من الرجل ده الله يخليك. ما لقاكم يا الثورة يا الجهلة تطبون في الحفرة؟ أنت قلت لنا تأكدوا منها وش أسوي لك يعني؟ كان قصدي أنكم تجربونها ما تطبون فيها. طيب عموم بروح أجيب لكم سلم أطلعكم. يلا جاي. سريع عليك الله سريع. ما راي حد والله ما في قناص 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 وهزار ما عنده جدتي دزولي يلا مطولين احنا تاونا بعدين ما بعد صار شيء تاونا نمشي. طيب الحين اهم شيء يا ولدي لا 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 انتبه لا يكون قدامنا حفره ولا شيء ونطيح فيها. لا تخاف مدامني انا معك. ايه؟ انا معك اعرف كل شيء بس انت منت اسمع كلامي وخلك كذا على طول. ايه؟ اقول ايه؟ الله بيعيننا الله يعين بس ها. انت ركز لا يلا خليك على طول واطلع من هناك كذا على طول يلا على طول انطلق ايه؟ انطلق على طول ايه؟ ايه؟ ها انت اتجاهاتك كلها غلط. وقف وش بلاك؟ ما حد حولي تكفى ظهروني هزار. هذه حفرة قدامك حفرة طايح فيها عدوس. حفرة في السباك؟ اي وش بلاها هنا عز؟ هلا طلع اصبر يا رجال. وش تطلع انت الله يهديك؟ وليش تطلعه؟ مسكين يا جدي طالب في الحفرة مسكين. ألا عسى عمره ما طلع. انطلعنا عزوز سبقنا يا الخبن انت. لا ما نبسابقك يا قناص تكفى خلا يظهرني تكفى. خلاص مبسابقني مبسابق. يا حزا هذا يلعب علينا. انت مساكين مطفوق. اقول هي. شوف بس هي. ورانا احد؟ لا ما ورانا احد. مرة اجل نتابع السباق. خلي اطلع مسكين. لا تعال خليها لا يجعل جعل خلي ظهرني. يلا بسم الله. لا ما من الحفرة من فين كذا وين كذا منه يلا ضيعت صدري نرجل كل ما وراي قناص ما هو بني منك. هزار تكفى تعال. مسافة؟ ما هي بقصة مسافة، قصة انك هبلت بي كنت روح يمين اجيبك يسار، اروح يسار تجيني يمين. الحين ولدي الحين اقول ما بقى لي نص الطريق. باقي نص الطريق؟ اي. الحين متأكد ان احنا نمشي بالطريق الصحيح ولا العكسي؟ هذا ما مكتوب هنا اللوحة مكتوب فيها. وش مكتوب؟ مكتوب باقي شو اسمه؟ باقي 300 متر. 300؟ اي. الله يعيننا اجل. امين. يلا نمشي. يلا بس وش ذا؟ وش بلا؟ وينك؟ ولدي وشتي
وش هو؟ كيس كيس في قطو. قطو؟ قطو يمكن كبير، قطو كبير مرة. الله الله. أصبر أصبر خلني أذبح خلني. لا 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 يا ولدي لا لا يا ولدي لا يا حجارة ولدي ذبح الحيوانات ما يجوز ما يجوز ولدي. خل كمل مشان ولدي. ما لا بس يمكننا يمكننا مأموذي ولا شيء خلني أذبح. يا ولدي السوسة أنا السوسة. ها طلع السوسة. قطو يتكلم من هو؟ إي والله السوسة. أنا السوسة. السوسة مربطينه مربطينه. وش جابه فينا؟ ما عندي شعبك. فكوني خلونا نكمل السباق فكوني. خلنا فك خلنا فك. اصبر انت وش تفك انت الله هديك؟ الحين يقول بيكمل السباق يعني بيفوز علينا؟ خلنا احنا نركض وخلها مربط. فكوني يا مسكين مسكين سكين. عسى عسى للسكين. امش بس امش ولدي. ما هو بدنا ما هو بدنا. وين معك وراك ما تقول لي. من 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 وراك ما تقول لي من الاول. قم 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 قم. فكوني يا ربي. وين؟ عيا جدي عيا جدي من من رجلي خفيفة ذي رجلي خفيفة ما عليها جزمة. روح منه. وين أروح معه؟ روح منه. لبسني كلادري يا عمي. روح منه خلاص. ها منه جدي ملك منك يا ربي. ما هو منه منه. يا أخي انتبه يا أخي. حصل لك حاجة؟ حصل لي حاجة؟ ما تشوف وانت ما تشوف. حسبنا الله ونعم الوكيل. فيك ان شاء الله. اسمع عم رشيد قال لنا في حاجه حنغيرها في في الحته دي. هي ادري قال لنا بس ما ادري وش. الملابس مو مو الملابس. ايش فيك انت؟ ها قال لنا غير بالمطعم. بالمطعم وش قال؟ وش قال ابوي؟ انا قايل لكم غيروا اتجاه السهم عشان يلخبطون المتسابقين. جدا مكان السهم. من هنا؟ من هناك؟ لا 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 من هناك؟ أخر مسموم. يلا انقلق ويا أدل انقلق. منه لا منه لا عداني العيب منه. وش جابه منه؟ اقول اطلع بطلع اذكى منهم. ايه اقول ياهو ياهو والعب الدانس يلعب الدانس العب والعب الدانس يا ولد العب الدانس يا ولد وفزنا بالجائزة يا ولد العب الدانس يا ولد وفزنا بالجائزة يا ولد العب الدانس يا ولد. يلا يلا بكمل المسابقة. ها توكلنا على الله يا عفت. ارجع اي صح صح يا اخي الطريق كذا. والله العظيم ناس غبية ماشي كذا. قهوة قهوة ما دام ما قدامنا أحد أكيد. تعال يا أبو عزوز لو دريت بنص هالتعب ثم ما شاركت معهم. حسبي الله ونعم الوكيل أبو شيخ. يا رجال عين خير. اسمع صب. ما دام ما قدامنا أحد نبي نتقهوى ونعين خير ونبي نسبقهم. الدهن بلعت هاقي ما يقدروا يلحقونا. صب قهوة يا أبي صب. ما دام اننا وصلنا الاولين ما علينا. اقدع بس اقدع اقدع. لا يا اخواننا كدي فنجان قهوه. وين ذا؟ وش مرجيك وين خلا؟ طايح من طياره انت ولا منين جاي؟ فنجان حول 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 حول. الله يسلمك. انا شر قاعد بحال. منين يا اخوي؟ والله كان عندي حب استطلاع. ايوه فطلعت وشفت الحاجات الجميله. ايه الله اكبر. اقدع اقدع. القهوه دي من العمله؟ من عملها عاملينها احنا بالبيت. خالته مرشيد؟ اي هجل من يعملها. في احد يعملها غير مرشيد؟ ها لو تذوق قهوه ام عزوز. كان يا شيخ هذه ما تجي ولا واحد على عشرة من قهوه ام عزوز. الله ابو عزوز خير. ترك غلطت. ترى ما انت بكفو لا انت ولا ام عزوز تسوي مثل قهوه ام مرشيد. بلك والله ما ذقت قهوه ام عزوز. انت تزهد بقهوتك هذه اللي ما تسوى فلس. أقول اسمع عاد اسمع. ايه
كل يمدح قريسه وكل يحوش النار لقريسه ترك عقل حتي قهوة أم رشيد ما في مثلها. من حق يا شيخ؟ من حق ايش تقول؟ يا شيخ إذا قهوك أزين من قهوة أم عزوز علي ثلاث بقر يا أبو رشيد. ثلاث بقر وأنا ثلاثة خرفان ثنيان. كبيرة. أي نعم. روح اللي عليها الحق يدفعها. روح جيب قهوة أم رشيد وأنا بجيب قهوة أم عزوز ونشوف اللي أحسن منها. أقول تحداك تهدي ساعة. ما انت بكفو الا كفو اشوف انا يا اخوان انت جيب قهوه خالتي ام رشيد وانت جيب قهوه خالتي ام عزوز وانا احكم بينكم قلت شنو خلاص وراضين فيك جميل الله يسلمك عاد اسمع غطى التمر خلي فناجيل عندك لا تجيب فناجيل خلاص علشان نحكم على هالفناجيل انا باخذ هذه واملاها من جديد ما لها دخل الفناجيل خلي الموضوع على القهوه نعم نعم توكل على الله سبحانه وتعالى يلا ابطلها غطها لا لا بانتظاركم بانتظارك قال خلصنا منهم عم برشيد جايك على السلام رشيد طاح خلنا مسكين نساعده ايش تساعد فيه انت كل واحد يطيح تساعده تبي يسبقنا خلاص بس كذا قلت يعني عشان مسكين اقول الحين مسافه باقي طويله لا هذا وقربنا جدي خلاص في اجل العالم سبقونا وخذوا الجوائز ما في احد ورانا يلا جمشي يعني احنا اول ناس يلا صحيح اي يلا اجل يا ربي طاح يلا لنا تبل من الجد ما وصلنا لا تسوي مسابقات في الديرة طلعوني تكفون فكوني يا الربع فكوني هذه مدقوقة تنبرجر مهم مثلك بطاحونا الله اكبر كله واحد يا رجال عم رشيد عم رشيد قوم عليك الله يا عم رشيد قوم بقدر حرك شوية عم رشيد باقي شوية لخط النهاية عم رشيد بقدر والله رجيك قام انت ون حاول يعني انا اللي تقدر بقدر يا وردي بقدر احس اني دايخ كل شبدر عم رشيد الحاسس بيه شنو يا عم رشيد حاس بدوخة ورجلي بقدر امشي يا طيب انا يعني انا يا رب حاسه كده انه انت حتودع خلاص فعليك الله المحل تكتبه بالوصية باسمي يا عم رشيد يا عم رشيد الحين تفاول علي عم رشيد تفاول لا يا عم رشيد والله يا عم تفاول علي لا ها لا يا عم رشيد تبارك الله شيطانك هذا اخوان ما داري الا المفاجاه يا عم رشيد انا وريك يا عم رشيد جايزة وش هي؟ فخار الله وش هو؟ فخار وش فخارة؟
عاد اللي جاي من فخار يقول جائزة. لا لا اترك الله، ما احنا شيء ثاني. وين السيارة؟ وين السيارة؟ وينها السيارة؟ موجودة موجودة. وينها فيه؟ هذه السيارة. وينها؟ هذه السيارة. هنية. ما شاء الله تبارك الله. جدي هلا. سيارة سيارة ما اخذها. خذ السيارة جبناها. وين السيارة؟ ساقة راح اخذها. هزار وساقة. ها؟ ساقة. ما يعرف يسوق. ما يعرف يسوق. ما يعرف يسوق. ما يعرف يسوق. ما يعرف يسوق.